هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية. مع بعض بنضل بخير. صوما مقبولا، افطارا هنيئا، وتقبل الطاعة. اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، اهلا وسهلا فيكم في طل جديد وامس جديد من مدينة نابلس، ودائما مع الشركة الاكبر والاضخم في فلسطين والاولى في فلسطين اللي تاسست سنة 1992، شركة التأمين الوطنية. شركة التأمين الوطنية أول وأكثر شركة تأمين وأكبر شركة تأمين في فلسطين، منتشرة في كافة المناطق الفلسطينية وفي غزة، أيضا خدمة استعلامات على مدار الساعة 24 ساعة، سرعة في التعويض وأيضا قوة في الانتشار، وطواقم على مدار الساعة لخدمتكم، أسعار مميزة وأقوى تغطيات بالتأمين الصحي، و30 نوع من أنواع التأمينات تشملها خدمة دائما شركة التأمين الوطني. ولا تنسوا مشاهدينا ومتابعينا أنه أيضا عندهم خدمة تأمينك أونلاين. تعالوا معنا من مدينة نابلس مشاهدينا ومتابعينا، مكملين معكم بالأجواء الحلوة في شهر رمضان الكريم. سيكون برفقتي من وراء الكاميرا عبود الزغلول، ومني أنا منتصر العنان. هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية. مع بعض بنضل بخير. أنا مع شركة التأمين الوطنية، الشركة الأولى في عالم التأمينات، تأسست سنة 1992 والرائدة في عالم التأمينات. طيب أبو خالد، حزيرة طي على طي يا حزام البدوية، شو؟ إيش؟ طي على طي يا حزام البدوية، شو يا ترى؟ إيه هاي حزيرة بدوية، حزيرنا حزيرة نابلسية. هي نابلسية أصلاً؟ لا بدوية. بس أصلاً نابلسية. يا أخي. عقال الراس، الحطة. عقال الراس. عيدها. طي على طي يا حزام البدوية. يا حزام البدوية. الحطة. الحطة. الكشط هاي. لا. شو يا عمي؟ الحطة. جزدان. حزام. الجزدان اللي حطه على. لا. شو يا بخالد؟ إيه أعطينا خيارات. إيش خيارات حزيرة هاي؟ أنت شو تربحنا معناته؟ هاي حزيرة وليست. طي. طي. طي على إيش؟ حزيرة ثانية. إذا لسه ما بلشت، إذا بدنا يضلني كل واحد يقول لي غير لي هذا، لازم أحمل هيك وراك معي عشان أسأل أسئلة. شو يا بخالد؟ أعطيني جواب لي هاي. يلا. شو هي؟ قلنا جماد. شو هي؟ ساعدنا بالإجابة. ساعدنا. جوابها شيء بسيط وواحد. يعني ما في داعي أحكي لك. طي على طي. لو فكرت فيها بدي. عيدها كمان. طي على طي يا حزام البدوية، شو؟ واربح مع شركة التأمين الوطنية كاش. يلا. الحزام هذا. الحزام. لا. شو يا سيدي؟ لا مش عارف. ما مرت معك؟ لا مرت معك. شو يا بلد؟ مش عارف. متغلبين الناس. تعال. طي على طي يا حزام البدوية. تعال هون بس على السيارات. شي. طي على طي يا حزام البدوية. شي. عارفها؟ لا والله مرت علي ونسيتها. لا 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 ما قالوا الحزام. تعال معنا نشوف مين راح يكون معنا بهالجولة الحلوة. شكرا يا ابو خالد. تعال نشوف مين بده يجاوب على هالسؤال ويربح كاش ما شاء الله. تعال نشوف. مرحبا يا باشا. كل عام وانت بخير. رمضان كريم. الله اكرم. احنا مع شركة التأمين الوطنية، بتجاوب على سؤال تربح كاش. اهلا وسهلا. شو اسمك؟ سليم منصور. اهلا بيك. قلنا لهم طي على طي ويا حزام البدوية، شو هذا؟ اللهم بارك. الله بعرف. كل عام وانت بخير. سؤال ثاني. طيب هذا سؤال احنا بنعرفه. هلا بلشت فيه سؤال ثاني. سؤال ثاني. ما في مجال. بتمون عليه. ما بتمون علي. لا سؤال ثاني. لسه هلا بلشت. هذا صعب يا زلمة. شو طي على طي وبدوية؟ شو سؤال سهل. سؤال ثاني. إذا هذا سهل مش عارفينه كيف الصعب؟ أسأل سيل. هات خيارات. إيش مش خير؟ خمس شبرات. شبرات إيش؟ اللي هو اللي بيحطون هذول الشبرات. خمس شبايا؟ لا خمس شبرات اللي بيحط. شو يا باشا؟ يا حزام البدوية. طي على طي يا حزام البدوية، شو؟ طقية. الطقية. نو جدايل الشعر. جدايل الشعر. لا والله. لا. شو يا بط؟ والله ما بعرف. شو يا سيدي؟ طب عيد السؤال، ما حدش بيعرف السؤال. وبعرفوها هي مجاوبة جدا مش عارف. تعالوا معنا نشوف مين بده يجاوب. تعالوا. نشوف بده يجاوب على حزيرة ويربح كاش. مرحبا. كل عام وانت بخير. بخير. رمضان كريم. الله يكرمك. سألناهم حزيرة مع شركة التأمين الوطنية، الشركة الرائدة في التأمينات. اربح كاش إذا بتجاوب على حزيرة. طي على طي يا حزام البدوية، شو؟ مباشرة تعقدت معه.
هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية. مع بعض بنضل بخير. طي على طي يا حزام البدوية. شو طي على طي يا حزام؟ شعر 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 طي على طي يا حزام البدوية. شو ما بعرف ما بعرف. الحلو انه بقول لك ما بعرف خلص مش بقعد تحصر. صح. شو اسمك انت؟ فريد. فريد يا عين عليك يا فريد. اشكرك. شو يا سيد البلد؟ ما بعرف. عليك انت السؤال سهل والله ما بعرف يا سيد. كل نابلس راح تعرفوه بالاخر راح يعرفوه بالاخر. اشكرك شكرا لك. تعالوا معنا. تعال مرحبا. هلا كيفك؟ الله يخليك. علي. علي يا علي. علي سالنا حزيره مع شركه التامين الوطنيه. طي على طي يا حزام البدويه. شو اظن ان العروس اللي لابسه ابيض او طالعه من الدار او شيء رايحه جهه بعيده. العروس اللي طالعه من الدار لابسه طرحه ولابسه بدله ممكن هيك اللي هي رايحه جهه بعيده او شيء زي هيك. حزام البدويه. شو لا او التوب. شو التوب؟ توب. اي توب فيهم؟ الفلسطيني. فلسطيني. لا والله لا لا مش طي على طي. طي على طي يا حزام البدوية. شو هو يا جماعة؟ شو الطرحة؟ وين بجوز بجوز انا بطي على طي على يعني بجوز الحنة. الحنة يا زلمة حدا ينقذني ويربح. شو يا سيدي؟ تعال يا حاج. تعال يا حاج. الله انك جوي. انت ابوها. حياك الله. اكيد ابوها راح تجاوبها. تفضل. من ربها كاش. طيب. طيب اسلح. طي على طي يا حزام البدوية. شو لحظة لحظة. طي على طي يا حزام البدوية. يا حزام البدوية شو؟ والله يجوز اللهم صل على النبي الخضات اللي بيعملوا فيها اللبن والهذا. كيفك قاعد تتضرب يا حاج؟ شو نعمل؟ يا الدزدان ممكن يا الدزدان يا الحزام. اسمع 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 يا ولد من بعيد عشي فاضي يعني عشي فاضي. لا تستنى وبتيجي عندي. اما هيك من بعيد لا. تفضل. شو يجوز الحزام او الدزدان او الدزدان؟ ممكن. تعال يا اخي. تعال 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 وقف بس كلمتك وتعال. اسمع يا حج. تفضل. شو الزلمة بدي يحكي؟ مش الحزام؟ لا ما هو حكى قلنا له تعال. استنى شوي حبيبي شوي. شو اسمك؟ رمضان كريم. نضال المصري. وانت بألف خير. نضال؟ صحيح. نضال المصري. ونابلس دائما مناضلة وأيقوني ما شاء الله نابلس. الله يسعدها ويحماها يا رب. طيب نضال. فضل. اسمع يا حج. تفضل يا سيدي. حج شو حكينا لك احنا؟ طي على طي. نعم. يا حزام البدوي شو؟ حبة البصل. حبة البصل. يا سلام. طيب. كيف لا التوب ولا الطرحه؟ وين ابو الطرحه؟ ابو الطرحه هات. طيب هات هاي كاش من شركه التامين الوطني. وانت بألف خير وكل احترام لكم وللوطنيه. هذا البرنامج برعايه شركه التامين الوطنيه. مع بعض بنضل بخير. تعدد لي اسماء حارات جوا البلده القديمه. بحدد لك. يلا. اول اشي الحبلة. الحبلة. الفكوس. الاريون. اللهم صل على الياسمينة. شايف كيف؟ الشيخ مسلم. وحارة السمار واللي هدول. هدول خمسة. خمسة؟ ستة. مناح. مناح. هاي كاش من شركة التأمين الوطنية. حياكم الله. كل سنة وانتم سالمين. من اي حارة فيهم؟ انا الفكوس. الفكوس؟ كانك بتحب الفكوس كثير. اي والله حياك الله. كل عام بخير. احنا مع شركة التأمين الوطنية الشركة الرائدة في عالم التأمينات والأولى. طيب اسمع. تفضل. ابو ايش انت؟ ابو كفاح. ابو كفاح انا بدي اربحك كاش. بس هيك قدام الجماعة. اذا بتردد هالجملة خمس مرات صح انا بدي اعطيك الهديه كاش. حياك. بضل يبيع ايش؟ لوز. بعطيه لوز. يلا اسمع نخلص. خليك خليك. يلا تفضل. اسمع. نكشت من زقم الكبش الاسمر لما شبعت. يلا. نكشت من زقم الكبش. نكشت نكشت. نكشت. استنى يا جماعه حكم انتوا انا ما بدي احكم. يلا. نكشت من زقم. شوي يا عمي شوي بيو سلمي قاعد. نتشت من زخم الكبش الأصفر لما شبعت
نشت من كب نشت من زخم الكبش الأسمر لما شبعت، نشت من كبش الأسمر لما شبعت، نشت من زخم الكبش الأسمر لما شبعت، نشت من زخم الكبش الأسمر لما شبعت. صفقوا له، إي بستاهل، مبروك، والله جبتها، هذا كله من آثار اللوز. آه طبعاً. حياك الله الله يعطيك العافية. مبروك عليك، هاي كاش من شركة التأمين الوطني. بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيهم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. ينعاد علينا على الأمة العربية والإسلامية وإحنا بخير، وإن شاء الله مثل هذا اليوم بتكون الدولة الفلسطينية فلسطين محررة وعاصمتها القدس الشريف. نلتقي معك إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. فزيرة مع شركة التأمين الوطنية، لا هو داخل الدار ولا خارجها، شو هذا؟ داخل الدار، لا داخل الدار ولا خارجها، لا هيك ولا هيك، كيف مش عارف، انا مش عارفه كيف زبطت، انا مش عارف، انا مش قادر، قاعد بحاول احلل فيها من زبطه، مش عارف ليش دار ولا خارجها. شو يا سيدي؟ العتبه. شو باب الخارجي. تعال والله العظيم، هذا الولد، هذا الولد لاحقني صار له ساعه. فريد اسمك ولا آه؟ وهو فريد من نوعه، كل حال زي شركة التأمين فريدة من نوعها وهي الأولى في فلسطين. اسمع يا باشا، شو الباب الخارجي؟ الباب مش شرط باب خارجي ولا داخلي، الباب والشباك كمان بتزبط، لا هو داخل الدار ولا هو خارجها. شو اسمك فريد؟ هاي 100 شيكل كاش من شركة التأمين الوطنية. تعرف تكون شركة التأمين الوطنية أربع مرات بسرعة؟ شركة التأمين الوطني، شركة التأمين الوطني، شركة التأمين الوطني، شركة التأمين الوطني. مسحوب مسحوب من اللسان. أشكرك، شكرا لك، مبارك، كف، باي. طيب مشاهدينا متابعينا، مع فريد بنكون انهينا جولتنا اليوم في مدينه نابلس بصحبه شركه التامين الوطنيه الرائده في عالم التامينات. لا تنسوا على مدار الساعه خدمتكم، كمان سرعه التعويض، وكمان عندهم خدمه جديده، خدمه تامينك اونلاين، بالاضافه مشاهدينا متابعينا 30 خدمه تامينيه لدى شركه التامين الوطنيه. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، اشكر زميلي وراء الكاميرا عبود الزغلول، ومني انا منتصر العناني، صوما مقبولا، إفطارا هنيئا، وتقبل الله الطاعات. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير. سوا لما نكون التعب بيهون، سوا لما نضل الخير علينا يطل، على نفس الدرب نسير نتحدى الصعب نكمل، كل شي بيكون بخير لما مع بعض نضل، مع بعض بنضل بخير. أنا سندك وقت الشدة وانت بالصعب تقوي، عالحلو والمرة مشينا أنا بظهرك وانت حبيبي. أنا سندك وقت الشدة وانت بالصعب تقوي، عالحلو والمرة مشينا أنا بظهرك وانت حبيبي. مع بعض بنتقدم سوا بنخطط ونحلم، ايدي بايدك لحدود السما بنطير، مع بعض بنضل بخير، مع بعض بنضل بخير. شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير.